Tell me pretty lies. Look me in the face. Family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the family. Legacies. Family. Wait and see the light. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد من قناه ديلكسر جيمنج. النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ازاي تقدر تصنع تطبيق اندرويد في خلال 3 دقايق حرفيا. تطبيق او لعبه يعني مخصص للالعاب تقدر تصنعها من على الاندرويد وتلعب بيها في نفس الوقت. يلا بينا نخش نشوف ايه هي البرامج المستخدمه. طيب زي ما اوريك كده، عندك البرنامج اللي هو ستار كيد ده. البرنامج ده بتقدر تصنع منه الالعاب في خلال حاجه بسيطه. انا مصمم فيه لعبه ما خدتش فيها حوالي 3 دقايق، تخش وتقدر تلعب وتقدر تنافس فيها والعاب تبقى كويسه وجميله. ماشي، كل اللي عليك بتخش بتدوس انشاء، تضغط على انشاء لعبه جديده، يبدا يجمع الملفات معاك ويستورد لك كل الملفات المهمة اللي انت ممكن تستخدمها داخل اللعبة. زي ما بقول لك، بتصمم لعبة في 3 دقايق. البرنامج اللي انا بستخدمه ده حجمه 40 ميجا. ساب لك الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، هتلاقيه موجود بكل مشتملاته. طيب كل اللي انا بتقلب الجهاز وبتبدأ تنشئ اللي انت عايزه. اول حاجة بتحط ارضية، فبتضغط على علامة المفتاح اللي فوق دي التالتة دي، وبتختار شكل الأرضية اللي انت عايزها، سواء صحراء بقى، جبل، أرض عادية، زي ما انت عايز. فأنا مثلا ممكن اختارها أرض عادية خضراء، تمام. بس بعد كده بقى أقدر بقى أضيف شخصيات وبيوت ومنازل وعربيات جواها وأسلحة وكلام من ده عشان أكمل لعبة مكتملة. بدوس على علامة الزائد، ببدأ اختار مثلا وليكن هيبدأ بكاركترز. اختار شخصيات تبقى داخل اللعبة بتاعتك، مثلا اختار الشخصية دي، الشخصية دي مثلا برضو، ودي ودي، شخصيات كتير هتبقى موجودة، والشخصية تمام. هتلاقي مضافة تحت زي ما هتشوف كده دلوقتي، تسحب تسحبه وفتح كده وتنزله مع الأرض. ماشي، عايز تنزل بقى اللي هيقابلك. طيب عايز تحدد انهي شخصية انت هتلعب بيها، بتدوس على الشخصية كده وتدوس كده على ايه اللي هي الدراع دوت، يحدد او جاك يحدد انك انت هتلعب بالشخصية دي. او ممكن تختار برضو الشخصية دي اللي هي الشخصية اللي واقف جنبها دي، ممكن تكبر حجمها، ممكن تلعب بيها بدل الشخصية دي او تلعب بالاتنين، تمام. لو نزلنا برضو شخصية تالتة اهو نفس الكلام، تكبر وتعدل فيها، او مثلا هما يعني الاتنين دول هيقابلوا الشخصيه دي. طبعا دلوقتي كده مفيش اي مباني، تعالى كده نشوف مثلا مباني، عربيات، الكلام ده. مثلا بيلدينجز، خش على بيلدينجز وتختار المباني اللي انت عايزها. ماشي، مثلا ده تلاقيهم اتضافوا برضو تحت. تاخد الحاجه كده سحب تحطها زي ما انت شايف كده، بتبدأ تكون مدينة وعلى أرضها بيتلعب الجيم، تمام. تاخد بيت تاني أمه كده، وتقدر برضو تعمل فيها طرق وكباري وكلام زي ده. ماشي، نسحب زي ما احنا بنسحب كده. زي ما انت شايف بكون لعبة يعني استخدام بسيط، ما استخدمش حاجات كتيرة، سهلة يعني. المهم بس احنا يعني لسه بادئين، اي فيديوهات عن الاندرويد عايزين اتكلموا في التعليقات وانشروا، وانا ان شاء الله اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. طيب زي ما انتوا شايفين دي بعض الافكتس اللي بحطها في المدينه بتاعتي، بدوس عليها كده وبسحبها وبضيفها. مثلا احط ده هنا كده، ممكن نضيف الهرم ده كده كشكل جمالي ده. تمام كده، عملت مثلا شكل جمالي شوية للمدينة اللي انا بلعب عليها. ممكن مثلا بقى نضيف طرق، طريق عشان نمشي عليه، طرق مثلا ستريت
تبدأ تختار الطريق اللي انت هتلعب بيه او المكان اللي هتمشي عليه، تمام كده برضو. و ده تمام، انا ضفت الطرق اللي انا هقدر العب بيها، تمام. مثلا طريق من هنا اهو، هحط دي بقى عشان نعمل كذا مكان، تمام. نحط مثلا اللي هو الكيرف كده، نسحب ونحط هنا زي ما انت شايف كده، بكون طريق، تمام. ونحط مثلا بقى في الاخر كوبري، هنضطر ان احنا نلفه بقى، تقدر تلفه كده، تمام. عملت الكوبري، نجيب بقى بقيته. طيب الكوبري ده هيبقى في نهايته مثلا من بيت، مثلا نحط له مبنى او حاجة هيوصل لها، تمام. زي ما نشوف، اديني مثلا كونت طريق داخل اللعبة، طريق كويس، ماشي. ايه تاني اللي ممكن مثلا من الاميشنز ممكن احطها؟ ممكن احط عربيات بقى، ريتشلز، تختار اي عربية انت عايزها. انا مثلا اخترت 3 عربيات دول، نضيفهم كده، واحدة هنا مثلا، واحدة هنا كده. انا ضفت مثلا 3 عربيات، واخترت عربية منهم هتبقى معايا. طيب عايزين نضيف وحوش بقى، هنقابلها. مثلا نضيف وحش عشان تبقى انت واللي معاك، تختار كذا واحد كده يبقى معاك تحاربه. مثلا لو دخلنا على الارض، على بلانتس دي، كنت حط شوية حاجات كده في الارض، شكليات جمالية كده، تمام. لو دخلنا تاني بقى عشان نختار الوحش اللي قلنا عليه، تختار الكاركتر، تختار مثلا لو اخترنا الوحش ده، وده اللي احنا هنقابله، وده ماشي، يبقى هما الاتنين دول اللي هنقابلهم، فما ندوسش عليهم ان احنا نلعب بيهم. طالما ما ندوسش على شكل الجاك او الدراع دوت، يبقى كده دول هقابلهم. يبقى اللي انا الاتنين اللي اخترتهم دول هيقابلوا الاتنين دول، وطبعا دول برضو هيبقوا معاهم، فاحنا هنضيف ده معاهم وده كده. الاربعة دول هما اللي هلعب بيهم قدام. الاتنين دول هيبدأوا يدمروا في المباني بتاعتي، فانا المفروض ان انا يبقى معايا اسلحة انزل اضرب بيها، تمام. هنحط بقى اسلحة في الارض عشان وانا ماشي كده اخد سلاح او حاجة. زي ما انت شايف كده، ضفت الاسلحة دي فهرميها في الارض عشان وانا ماشي اقدر اخدها كده، بس الطريقة دي. يعني بعض الاسلحة برضو اضيف حاجات تدافع عني او اشياء تانية كتيرة موجودة، زي افكتس هنا مثلا كده، هنشوفها. مثلا لو اخترنا الافكتس بتاع الرينبو، تمام، لو حطيتها هنا كده او كبرتها ولفتها كده، لما حطيتها مثلا من فوق البيت كده، بس شكل برضو كويس، مش وحش. بس طيب دلوقتي كده انا خلصت لعبتي وعايز ابدا العب بيها، ادوس على الزرار اللي فوق اللي هو لعب، تضغط عليه، هيقول لك دول الشخصيات اللي انت بتلعب بيها امام الشخصيات اللي عندك. دي الشخصيه الاساسيه اللي انت ماشي بيها. انت المفروض مثلا تروح تقتل بقى الشخصيات اللي انت بتحاربها كده، انت كسبت، لان الشخصيات اللي معاك ساعدتك وجمعت لك النقط اللي المفروض ان انت تلمها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده عن ازاي تصنع افضل لعبه في اقل وقت، بانيميشن كتير ووقت وفير. طيب قبل اي حاجه، ما تنساش تنزل تحت تدوس اشتراك وتعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على لايك وتعمل تعليق ايجابي، وتشجعنا ان احنا نكمل اكتر في الاندرويد بعد ما سيبنا مجال البي سي والالعاب، نبدا في الاندرويد. ان شاء الله تكون بدايه كويسه، واي حلقات عايزينها اندرويد اكتب لي تحت في التعليقات وانا اكون معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.